السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم حددت موضوع جديد، سأتكلم معكم عن تطبيق اسمه أبلو. أنا بالصدفة اكتشفت هذا التطبيق، يعني كنت أفتش أو كنت أبحث عن تطبيق للغناء للكاراوكي، لأنني أحب أن أمارس الغناء، لكن أنا وجدت هذا التطبيق الجميل والجديد اسمه أبلو. ما هو الأبلو وما مفهوم أبلو؟ مفهوم أبلو يعني أن نسافر بدون أي مواصلات. كيف هذا ممكن؟ يعني بعد تحميل التطبيق يمكنك أن تسافر، هناك خريطة العالم، وأنت تقول مثلا أنت من اليمن أو أنت من الولايات المتحدة، واسمك مثلا كريم أو اسمك سارة مثلا، وتريد أن تسافر. ماذا يفعل هذا التطبيق؟ هذا التطبيق سوف تربطك مع شخص بشكل عشوائي، ليس هناك أي منطق، لا يمكنك أن تختار مع من ستتكلم. وأنا لدي في الحقيقة تجربة ليست سلبيا إيجابيا في كل المرات، وفي عندما النظام يربطك مع شخص من العالم تبدأ في الدردشة، والدردشة عبر الرسائل، يعني تكتب الرسائل وهو هو أو هي يجيب أو تجيب، وبعد ذلك ممكن أن هذا الشخص يتصل بك أو أنت تتصل بهذا الشخص. وفي المكالمة الأولى التقيت بشخص بعسكري سوري، هذا كان تجربة مفيدة، لم أتوقع أن ألتقي بعسكري سوري خاصة في التطبيق أبلو لدردشة. وكلمنا طويلا واكتشفت الكرام عند السوريين، يعني حتى لو كانت مقابلة الأولى، يعني كنا نتواصل كما نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة، وطبيعة الحال تكلمنا باللغة العربية. بعد ذلك انتقلت إلى الشخص الثاني، والشخص الثاني كان من سكان الجزائر، وكلمته أيضا باللغة العربية، وكان لديه صديق، وهذا الصديق كان يكلمني باللهجة الجزائرية. كما أنتم تعرفون، أنا لدي معرفة يعني بعض الأسس باللهجة المغربية، لكن بالجزائرية لا أعرف أي شيء، وبعض الأحيان التواصل صعب، وأنا فعلت كأنني لا أعرف اللهجة المغربية. قلت يا سيدي، بأي لغة تتكلم؟ لا أفهمك. وواصل بالفصحى، لكن لديه صعوبات كبيرة أو شاسعة للتواصل بالفصحى، شعرت أن المستوى ليس نفسه بين سوريا والجزائر. هذا بسبب التأثير الأوروبي في أو التاريخ في الجزائر.
لكن بعد ذلك بعد يومين تكلمنا مع أشخاص من تركيا، أذربيجان، أين من إفريقيا، مثلا الناس من غانا، كلهم محبوبون، حقا كلهم محبوبون. لكن بالمكالمة الفيديو كلمت شخصين إضافيين، شاب من الأردن، أنا لم أختر ناس من العالم العربي، هم كانوا موجودين في هذا التطبيق وكنا نتراسل، وفجأة سألت هل يمكنني أن أتصل بك، والشخص الأردني قال نعم، وتكلمنا تقريبا ساعتين عن الحياة في الأردن، الأماكن المفيدة للزيارة، المجتمع العربي، الفلسفة إلى آخره. و يعني كل مرة أفتح التطبيق أنا أريد أن أحسن لغتي العربية، لأنني في الشهور الأخيرة قمت بمطالعة، فقط مطالعة باللغة العربية عبر مجلة العربي، لكن المصطلحات هي صعبة وغير مستعملة يوميا، مثل احتكار أو احتكاري، ليس من كلمات مفيدة للكلام. وأخيرا التقيت بفرات. فرات هو رجل عراقي، وهذا كانت مفاجأة كبيرة، وكان الدردشة دردشة غنية غنية جدا جدا جدا. لماذا؟ سأروي لكم. هو شخص لطيف جدا، وكلمنا طبيعة الحال بالفصحى باللغة العربية، وتحس أنه تتكلم الفصحى كلغة الأم. قال طبيعة الحال نحن عراقيون نتحدث بها بسهولة، ليس هناك أي صعوبة للتحدث بالفصحى لأن اللغة العربية لغتنا أكيد. بعد ذلك قمنا بمقارنة بين المجتمع الأوروبي والمجتمع العراقي. وهناك فرق شاسع. في أوروبا مثلا نقدس الشخص أو الفرد، أو الفرد يعني فردي، يعني مجتمع فردي. ففي الشرق، في العراق أو في الشام بشكل عام، العنصر الجوهري في المجتمع يعني المجتمع، ولكن ليست أفراد المجتمع، المجتمع ككل. وعلى سبيل المثال هو أعطاني أمثلة من الحياة اليومية، مثلا أولا خلال الأزمة الصحية، يعني بسبب الوباء، قال أن بعض الأشخاص العراقيين هم قاموا بتوزيع توزيع طعام أو توزيع بعض المواد الغذائية الأساسية للبقاء على الحياة، لأن يعرفون بعض الناس في العراق كانوا يعانون من هذه الوضعية، وضعية الوباء، وهم بشكل تلقائي فعلوا ذلك. وفي أوروبا من القليل الناس الذين يقومون بذلك، ويجب أن ليسوا المواطنين
بل الحكومة. الحكومة يساعد بالنقود، ولكن في العراق هناك تعامل بين الأشخاص العاديين، هذا شيء جميل. والنقطة الثانية تكلمنا عنها مثلا عندما هناك مشكل، دعنا نقول وقال أنا في منزلي في العراق وهناك لص ويدخل في منزلي، فأوروبا سوف تتصل بالشرطة، لكن قالني إن في العراق سيتصل بمسؤول القبيلة لأن نظام القبائل نظام القبائل ما زال موجودة، وقال أسرع وأسرع وأفضل من البوليس، وهذا الشيء أو من الشرطة، هذا الشيء مهتم، يعني هذا الشيء غير موجود في أوروبا، لأن ليس لدينا صحراء، ليس لدينا هذه الأنظمة، ولكن في العراق أو في دول أخرى موجودة. وفرات هو الأخ فرات هو روى لي هذه الأشياء أو العناصر من الحياة العراقية، سأضيف أظن نقطتين. قال أيضا، ماذا قال؟ قال الكثير من الأشياء، لأن مع فرات تكلمنا تقريبا 3 ساعات، هذا مع الأوروبيين أو مع الأمريكيين، أعرف أن أعمم، ولكن تقريبا غير ممكن أن تتكلم بهذه الوقت الطويل، تتكلم بهذه الوقت الطويل مع الشخص عبر التطبيق، وأنت لا تعرفه وهو لا يعرفك. نعم، حسن الضيافة، قال عند في ديار العرب هناك حسن الضيافة، يعني دائما نقدم الشاي والطعام وهذه الأشياء موجودة انطلاقا من تركيا حتى آسيا الأقصى، أظن آسيا الأقصى يعني هونغ كونغ، اليابان فقدوا، حتى الصين فقدوا هذا الشيء، لكن في الشرق الأوسط في إيران سوف تجد هذا الشيء. هذا جميل جدا، جميل جميل. قال هذا النقطة الأخيرة، قال أن في أوروبا ممكن أن طفل أو طفلة ليس لديه أب، لأن هذا الشكل الإنجاز أو هذا الشكل الولادة بدون تدخل إنساني أو بدون رجل، فقط بشكل بالعلم، يعني أنتم فهمتم ماذا أقصده بالإن فيترو، يعني بهكذا هناك بنوك نسيت الكلمة باللغة العربية، بنوك لهذا الشيء من الرجل الذي نحتاج لكي ننجز، أو كيف نقول، الرضيع. وهذا شيء غير ممكن وغير موجود في العراق، لأن قال سلسلة العائلية، أن تعرف من هو جدك ومن هو جدة جدك إلى آخره، هذا مهم جدا، وهذا فرق شاسع مع أوروبا، يعني ليس هناك أهمية في هذه الأشياء. أشكركم للمشاهدة، إن كان لديكم بعض الملاحظات أو إذا
يمكنكم أن تطرحني أو تقدموني بعض النصائح لكي أحسن لغتي العربية. من فضلك اكتبوا هذه النصائح في التحت، وأتمنى لكم أن تكون بألف خير، بالصحة الجيدة، وأن نبقى على الاتصال عبر اليوتيوب، عبر تعليقات. شكرا جزيلا ومع السلامة.